إن لله وإن إليه راجعون. مما لا شك فيه أنه يوم حزين ونحزن على الوالد والصديق والحبيب أبو إسلام ووالدي، ولكن لا أناديه إلا بصديقي وأخي لأنه بروح الشباب وحكمة الختيارية الله يرحمه كان من الناس بالفعل الذين يريدون الإصلاح في الناس، يريد التغيير، يريد إبقاء الناس محافظين على دينهم، على عقيدتهم، على ثباتهم، على عزيمتهم، على وطنهم. له من الباع الكبير من مؤسسي الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، ومن مؤسسي الجمعية الخيرية الإسلامية في دورة، من بنائين المساجد، من الداعين للخير، من لجان الزكاة، من المربي للأجيال، من المرشد التربوي، من الأسير المحرر في السجون وخارج السجون، في المنابر والمساجد. بالفعل لا أستطيع أن أحصي ما يقوم به أبو إسلام وما قام به أبو إسلام. فقط لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبله فعليين يا رب العالمين. اللهم يا رب أمين. ولا نزكي على الله أحدا. أما عن هذا الشيخ الجليل فهو صاحب حكمة وكان دائما ينتبه لكل شيء ويتخذ الإجراءات، ولكن ارتاح في المنزل فإذا بالفيروس يأتي من أحد الأبناء في المنزل وأصابه، ومن ثم حدث ما حدث. ولذلك على الجميع أن يحذر أن الختيارية إصابتهم في داخل المنازل من الشباب الذين يذهبون ويصلون ويجرون ثم يعودون. لذلك على الجميع أن يراعي أحبته إن أراده أن يبقوا على قيد الحياة. هذه الذي يحدث معنا الآن لعله أراده الله عبرة للجميع كي يكون الجميع ماخذ هذا الإجراء، وأن يفهم أن هناك عبر وهناك قصص في بلده ومدينته ومحافظته. لذلك على الجميع أن يحافظ على أبنائه. الله يحفظهم جميعا ويحافظ على الختيارية ويحافظ على الناس بالتباعد وبأقل الإجراءات، على وعسى أن يكون قريبا العلاج لهذا الفيروس اللعين الذي نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضانا منه وأن يحفظ كل الناس منه يا رب العالمين. بارك الله فيكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله إخوان أن يعني يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان إن شاء الله تعالى، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم أمين. ونقرأ له الفاتحة، وكل من يشاهد هذا الفيديو يقرأ له الفاتحة إن شاء الله ويهب ثوابها إلى روحي أخينا أبي إسلام أحمد القيق المربي الفاضل والداعية العظيم، والذي كان قد دخل السجون وذاق الأمرين وبقي صابرا ومحتسبا ويرفع معنويات إخوانه ويفيدهم في كل موقع يكون فيه. فنقرأ الفاتحة ونهب ثوابها لروحه الطاهرة أخينا الأستاذ المربي المدير المدارس في آخر عمره والمحامي الشرعي والمأذون والمحبوب في دورة كلها. نسأل أن نتغمد واسع رحمته ونقرأ له الفاتحة. اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بلغ نور ما تلونا وثواب ما قرأنا إلى روح أخينا الفاضل المرحوم أبو إسلام أحمد القيق. وإنا لله وإنا راجعون. الشيخ أحمد القيق كان أستاذي في المرحلة الثانوية ومرجلات دورة المهمين جدا، قاد مرحلة تربوية مهمة جدا في بلدة دورة، وكان على مستوى المحافظة معروف من أعلام المشايخ ومن الناس الذين يعملون في الإصلاح وفي العمل الخيري. فقدنا رجل جليل كريم أصيب بفيروس، أراد الله عز وجل له أن يموت شهيدا بهذا الفيروس. كم عانى في سجون الاحتلال، وكم عانى من فقد التواصل مع أبنائه الذين غيبتهم السجون، وكم عانى في رباطه في سنوات الماضية في هذا الوطن الحبيب، ولكن قضى الله عز وجل له أن لا يموت
إلا شهيدا بفضل صبره وتحمله لهذا الفيروس ولزفرات الموت الصعبة، حيث أدخل إلى المستشفى الحكومي في الخليل في البداية لضيق تنفسي، وهذا الضيق يعني صعب جدا بحيث أنك أنت تعاني معاناة شديدة، إجهاد شديد، شعورك بالاختناق شعور سيء سيء جدا، وهذا مما يكفر من ذنوب الإنسان ومن زلاته وهفواته، فطال به المرض حتى ساء وضعه بشكل كبير جدا هذا اليوم، وتم وضع جهاز تنفس صناعي ولكن قلبه لم يتحمل وسكتت دقاته، لتبدأ إن شاء الله دعواتنا له بأن يكون في عليين مع الشهداء والصالحين إن شاء الله عز وجل. ذلك الفضل من الله عز وجل. الحمد لله ارتاحوا، ارتاحوا في قبورهم، وما ضل الهم إلا على الناس العايش، ما بين حفظهم من الدنيا وبين حفظهم من الأمراض وحفظ أحبابهم. اللهم آمين. الله يكفي يا رجل فخير. سبحتي لي يا رب يا رب، ضليت أجري والله لا شعوريا، لو علي مليون شعوري ولا كل أهل البلد يزن أولادي يكفي يكفي. الحمد لله.